السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اشوف حاجة في الريفت اللي هو هي فريزيدر معناها هي ارشة العمليات. بلجا وحرك البقرة بتاعت البص بحيث ان انا اشوف حاجة تحت. الهيدر ده اختفى فارشاف المعلومات بس مش عارف دي بتمثل ايه. اللي بي تو دي بتمثل ايه. فانا ممكن اقول له فريزيدر ده يخليني اتحرك في كده براحتي بس الجزء اللي فوق ده ثابت. ولو انت دوست كنترول مع البقرة تقدر تكبر الخطوط وتبقى بالشكل دوت والكلام يبقى اوضح او تصغر. وتلاقي هنا حاجه اسمها ستريب روس دي بيخلي سطر وسطر يبقى ملون بحيث تبقى سهل ان انت عارف ان المعلومه ديت مع دي مع دي وده من خلال موضوع التلوين. طبعا انت ممكن تعمل سيلكت كده على عناصر معينه وتيجي تختار الشديد من هنا كده مثلا اهوت شديد وتختار الخلفية مثلا تبقى صفرة مثلا او خضر بالشكل دوت.